فيدمى ويجرح ويمسك الدم بيده ويقول أخشى أن وقعت منه قطرة إلى الأرض أن يعمهم الله بعذاب من عنده، فهو يستلم دم وجهه بيده خشية أن يسقط على الأرض فيغضب الله عليهم، فهو يريد تجنيبهم الغضب في وقت ضرب الوجه، وهو وجه أكرم لا أكرم منه على الله، ومع ذلك قابل بهذا، بل بعد انتهاء المعركة والمناظر المؤلمة التي شاهدها من بقر البطون وتجديع الأنوف وتقطيع الآذان حتى عمه حمزة وخرجت كبده منه، ثم جاء إليه قال ادعو الله عليهم يا رسول الله، قال إني لم أبعث لا عالم ولا طعام ولكن بعثت بحنيفية السماء، رفع يديه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. بل وفي نفس الموقف في يوم أحد جاءه بعض الناس فسب قريشا هؤلاء الذين قاموا بهذه الفعلة، فقال لا تسبوا قريش يا رسول الله، إنما سببتهم لأجل ما فعلوا كذا كذا، قال سترى منهم من يكون فيه من الخير كذا وكذا وكذا، غاية في الرحمة والشفقة والاعتدال صلى الله عليه وسلم، وإرادته إيصال الخلق إلى الحق، فنعم الاقتداء بهذا المصطفى والعمل على تلك الوسائل التي أشرنا إليها. كل خطوة من خطواته كانت تحمل الصدق مع الله والرحمة لعباد الله والهمة في استمطار الرحمة لهم من قبل الله تبارك وتعالى، فما خطأ خطوة إلا وهم ممتلئة بذلك المعنى، حتى لما أدميت الرجلان الشريفتان بالرمي بالحجارة وهو في الطائف إلى حد أنه كان من شدة ما يرمى وقف في الطريق، فجلس فجاءوا يحملونه بالقوة فقام يمشي والرمي منهال عليه، ووقف المرة الثانية فجاءوا وحملوه إلى 3 مرات وهم يحملونه بالقوة والحجارة ترمى والدم يسيل، حتى انتهى إلى تلك الشجرة عند البستان، فأخذ يشكو إلى ربه أشكو إليك بعد وبلت حيلتي، لا قال أشكو أهل الطائف ولا أشكو أهل مكة ولا أشكو من رماني بالحجارة ولا أشكو من رد علي الرد القبيح، أشكو بعثي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب، أنت رب المستضعفين إلى من تكلني، وحتى استأذنه جبريل أن ملك الجبال أرسله الله إليك، فجاء وسلم عليه وقال إن الله سمع رد قومك عليك وما قالوا، فمرني بما شئت فيهم أنا ملك الجبال، فإن شئت أطبقت عليهم الجبلين الأخشبين الجبلين العظيمين هذا وهذا، قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. كنا نقول إن الإنسان قد يكون صديق الإنسان ومحب بينهما محبة، ولكن يفكر فيه ما يفكر في أولاده، وإن فكر في أولاده يفكر في الأولاد الموجودين، لكن يفكر في الأولاد الذين سيأتون هذا أمر غريب، وهذا يفكر في الأولاد الذين سيأتون ما هم من قبل أصدقائه للذين عادوه ورموه بالحجارة، وهو يفكر في من سيأتي من أصلابه، ما أعظم هذه الرحمة وهذه الشفقة. وكانت خطواته صلى الله عليه وسلم كلها حظوات لنا، فيها الرحمة لنا من الله تبارك وتعالى، ما كان يخطو خطوة إلا وهو يحمل هم الأمة ويدعو للأمة ويتمنى الخير للأمة ويحرص على الأمة، وما من ليلة إلا وهو يبكي للأمة، حتى جاء في الحديث أنه مرة فرح من السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها فدعا لها، ومن دعائه قال اغفر لي عائشة بنت أبي بكر ما أسرت وما أعلنت وما أبطنت وما أظهرت وما قدمت وما أخرت، فرحت وانتشت بالدعاء وظهر الرسول قال أسررتي؟ قالت كيف لا أسر وأنت تدعو لي بهذا الدعاء؟ قال والله إنها لدعوتي لأمتي كل ليلة، إنها لدعوتي لأمتي كل ليلة. خطواته سواء كانت إلى المسجد إلى البيت إلى الأسواق إلى أماكن الاجتماع الناس إلى المسجد الحرام إلى الغزوات، كلها تحمل معاني الرحمة والشفقة والخير للأمة، فما أعظمه من قدم لم يرتفع قدم فوق سدرة المنتهى من أقدام البشر والملائكة إلا ذلك القدم الأكرم، فما أجله من قدم ثبتنا الله على طريقه وعلى دربه.